Il y avait la fumée, l'exilia quand on s'en fiche, quand il s'est fait 20 cm sur la route nationale, on a des photos. Il y a un problème de sécurisation, chaque fois qu'il y a le financement pour avoir des boulots. Il faut dès que une décharge qui est ouverte, la transition est la moins. Le coût de l'attente pour Marrakech par rapport à l'attente parce qu'il y a... Pour une comparaison, à Marrakech il y a 1000 tonnes. Ils sont induits en erreur, non, moi. Non, l'échelle n'est pas la même. Il y a 1000 tonnes au Marrakech, il y a 300 tonnes dessus. Il y a 200 dirhams au Marrakech. كنشوفوا هنايا في الصور، كنشوفوا بان الصور يتنافى مع الواقع ديال المطرح البلدي. شنو كاين لك تقول لنا صدره؟ شكرا سيد منير. بالنسبه للواقع اللي كتشوفوه لحد الان ديال المطرح الجديد، وان مجموعه جماعه عبد قامت بالشطر الاول ديالو مع الوزاره ديال البيئه، ممولا من طرف الوزاره ديال البيئه. قمنا بالشطر الاول والاشغال كانت حتى ريسيبسيونات الاشغال كما هي كما كتشوف في الصور، كما شفت السي منير انت في الصور، ان الصور كانت هذه بلا ريسيبسيون، كانت نقيه مزيانه، الا انه اللي كتشوفوه اليوم فهو مخالف لهذه الصور، لانه كما خرقنا النهار الاول انه الشركه ديال كازا تكنيك اللي عندها التدبير ديال جمع النفايات المنزليه بالمال ديال الاسفي ما معتبراش وما مسوقاش كاع بهذا المفهوم هذا هاد لا ديشارج هذه، لانها خصها تحترم هاد المشروع اللي خسرت عليه الزباله ديال الفلوس بهذا المفهوم هذا، وتجي شركه كتلوح الزبل ديالها عشوائيا في المطرح العموم. اذا شنو المراقبه ديال الشركه؟ على من واش عليكم انتم كمجموعه ولا شكون كيراقب لك باش ما تلوحش هذا الزبل كما قلتي؟ المراقبه ديال الشركه هذه ما تبعش مجموعه جماعه عبد المحافظه على البيئه، كانت عند مجموعه جماعه عبد المحافظه على البيئه كان شكل اخر، هو هذا المجلس البلدي لمدينه اسفي هو اللي عطيها الصفقه، وهما كشركه يتحملوا مسؤوليتهم، لانه كان بعد بعض اللقاءات ديالنا مع السيد رئيس المجلس البلدي ومع الشركه، ولكن الشركه ما التزمتش باحترام المؤهلات الاهل بهذا المطرح. السيد الرحيم، واش هاد العشوائيه اللي صحت دابا، واش مجموعه الحيوانات تقدر ترفع دير غرامات على الشركه باش تعوض هذا؟ هو فعلا هو مجموعه جماعه عبد المحافظه على البيئه، احنا ما غاديش نخلو الباب مسدود، لان الشركه تكرفصات على هذا المشروع بكل صراحه، وحنا كنحملوا المسؤوليه كامله في هذا الشيء اللي وقع في هذا المطرح.